السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. عندي مطعم وبشبيه فيه فراخ مشوية ايه ووجبات يعني، ماشي. فالسؤال إن أنا بشتغل في فراخ متوسطة الحجم، فوزن الربع كيلو الربع فرخة الفرخة صدر الفرخة بيكون مثلا 400 جرام، فبشتغل على المتوسط ده. طيب أحيانا وأنا ببيع الوجبة اسمها ربع فرخة، احيانا انا بلاقي في السوق فراخ بتيجي صغيره شويه، لما اجي اجيب من المصدر فراخ صغيره، فبقوم مزود قطع زياده يعني، بجيب فرخه بقطع منها واحطها على والله انت كده الربع النص عشان اوصل وزن متوسط يبقى قدام الزبون كويس. راجل طيب، انت راجل طيب. واحيانا تانية بتيجي الفراخ كبيره يعني كيلو، الصدر بيكون مثلا فوق نص كيلو، ففي طيب الحاله دي ببيعه بس بيجي عليا بخساره لاني مش كل يوم بقدر اعدل المنيو. فالشيف بيقترح عليا ان انا لا ناخد لما يكون الصدر كبير ناخده، وانا اخاف الحته دي ان انا ببيع له صدر مش ببيع له وزن، فالاشكاليه دي اطلع منها ازاي؟ بالبيان، اكتب لوحة كده بالذي يحدث، لوحة بالذي يحدث، اكتب ربع كيلو عندي يساوي او ربع دجاج عندي تساوي 400 جرام مثلا، بس كده. وضح النصح وبينا، بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تمام، السلام عليكم. جزاك الله خيرا، حياكم.